طبعا لو بنتكلم عن الفريقين متمرسين بالكؤوس من خلال تاريخهم بالبطولات، من خلال خبرة اللاعبين داخل الملعب. لو بنشوف مستوى الفريقين مثل ما قالوا الاخوان، وانا يعني اتفق وياهم ان الفريقين مروا في ظروف هذا الموسم، ولكن في اكثر ثبات عند نادي الكويت. لو نتكلم عن الدوري، شفنا الكويت ماشي في رتم معين، ولكن في خلال 6 مباريات من القسم الثاني اختل توازن نادي الكويت. بنرجع حق العربي ايضا نفس الحاله، نفس العربي، تغيير اللاعبين، تغيير المحترفين، اختلف مستواه عن الموسم اللي طاف. ولكن في نقطه ايجابيه بالنسبه حق نادي العربي، المباراه الاخيره وردت الروح من خلال مباراه الساميه. ممكن لها تاثير، ممكن تكون لها تاثير، يعني شخصين لهم قدرات فنيه يؤكدون هذا الشيء. اليوم انا اتكلم عن مباراه نهائيه، هي ليست مباراه مدربين، هي مباراه لاعبين. خلاص اليوم الكره في ملعب في ملعب اللاعبين. الكره حاليا هم اللاعبين، هم امامهم الكاس، من يريد الظفر بالكاس هم اللاعبين وليس المدربين. القراءه ممكن تكون حاضره، التوظيف ممكن يكون حاضر، ولكن اللاعبين هم الادوات اللي داخل الملعب اللي ترجح كفه كل فريق. نقاط القوه والضعف، تقصد الحضور الذهني، تهيئه اللاعبين قبل هذا اقول هذا هذا شيء مهم. اليوم خلينا نتكلم، اليوم هذا تاريخ وسجل باسم اللاعب واسم النادي. اليوم اللاعب بيضيف التاريخ من خلال هالبطوله هذه. اذا حب انه يضيف سجل لكل لاعب، الفوز بكاس الامير. ايضا نتكلم عن نقاط القوه والضعف، هي انا اعتقد انها هي واحده، ولكن الكويت اكثر ثبات ما قلت لك بالتشكيل، اكثر انسجام ما بين اللاعبين. يمكن المشكله الوحيده صارت التغيير من مدرب الى مدرب، ولكن انا اتوقع ان ما زالت الاستشاره من المدرب الحالي للمدرب السابق هي موجوده. مثل ما قال ابو احمد، المدرب المساعد ايضا اشتغل مع ابو نواف في نادي القادسيه، فعارف الرتم اللي ما كان ماشي على ابو نواف، عارف فكر ابو نواف بالنسبه حق توظيف اللاعبين. انا اعتقد يعني، وانا يعني هي امنيه ان شاء الله نقول نادي الكويت يفوز بالمباراه هذه.